دي كانت جولة إخبارية سريعة كده عن آخر الأخبار اللي حصلت في كرة القدم العالمية. نروح دلوقتي معاكم لفقرة جديدة وهي فقرة أخبار العالم. هنبدأ جولتنا مع الصحافة العالمية والصحف الأسبانية، تحديدا بقى صحيفة ماركا واللي ركزت على أونيل أسطورة كرة السلة الأمريكية، وكتبت أونيل أنا الأكثر حسما في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين. الصحيفة برضو اهتمت بريال مدريد وبالنجم البلجيكي إيدن هازارد، وكتبت هازارد يعود أرقى من أي وقت مضى. كمان اهتمت ببرشلونة وبتجديد عقد عثمان ديمبلي، وكتبت ديمبلي حتى عام 2024. صحيفة سبورت الأسبانية كمان اتكلمت عن توقيع عثمان ديمبلي عقد مع برشلونة لغاية 2024، وكتبت عثمان ديمبلي يوقع حتى 2024 وديمبلي أولويتي كانت دايما برشلونة. الصحيفة برضو اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت رافينها يتدرب بالفعل في برشلونة، وفرينكي دي يونغ يتلقى إنذار من برشلونة وتجديد عقد كولادو. أما بقى صحيفة الموندو ديبورتيفو فركزت على مستقبل الهولندي فرينكي دي يونغ في برشلونة وأخبار الفريق، وكتبت يطلبون منه المغادرة، وبيانيتش هيذهب لجولة في الولايات المتحدة ويعتقد أنه بإمكانه أن يكون نافعا، ورافا ماركيز يتم تقديمه رسميا كمدرب جديد. كمان برضو اتكلمت عن توقيع عثمان ديمبلي لعقد جديد مع برشلونة لغاية 2024، وكتبت عثمان ديمبلي. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل سريع مع حضراتكم ونرجع ونكمل بقية فقرتنا هنا في أخبار أون تايم، خليكم معانا.